الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي المباشر يستفتونك على قناة الرسالة الفضائية. أسعد بكم أحبتنا الكرام دائما، وأسعد بضيفي في الاستوديو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الشريعة بكلية الشريعة بجامعة القصيم. باسمكم وباسم فريق العمل أرحب بضيفي، أهلا وسهلا بكم شيخ خالد. حياكم الله، أهلا وسهلا بك وبالأخوة والأخوات، أسأل الله يجعله لقاء نافع مبارك. اللهم آمين. مرحبا بكم وبأسئلتكم على الأرقام التي تأتي تباعا على الشاشة. أولى اتصالات هذه الحلقة معنا الأخت فاطمة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي بسؤالك. أنا عندي أسئلة شوية خاصة تفضلي رقم الشيخ. طيب الأخوة يعطونك الرقم في الكنترول. الأخوة والأخوات الذين يريدون أسئلة خاصة من البداية يخبرون الأخوة في الكنترول ويأخذون الرقم قبل أن يخرجوا معنا على الهواء. ما معنا؟ أم محمد من السعودية، تفضلي. انقطع الخط. طيب معنا عبد الله من ليبيا، تفضلي عبد الله. محمود من الجزائر، ايش في الاتصالات اليوم؟ محمود من الجزائر تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. عندي فكره. تفضل تفضل. السؤال الاول، عندي ابنتي سميتها اسم نور بدون الف واللام. نور. طيب نور 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 يعني واضح واضح، هل هذا يجوز ام لا يجوز؟ طيب ثانيا، كنت امشي مع زوجتي فاذن اذان المغرب، وعندما وصلنا الى المسجد وجدت بيت الوضوء من تاء مغلوقه، فتيممت وصلت المغرب، يعني كنا في انفراد، كان المغرب قد فات. طيب يعني ما كان قريب ميضاه او الوقت تدركونه في البيت تتوضا في البيت؟ لا لا، كنا في الطريق، كنا نمشي في الطريق. طيب. كان الوقت يعني في الطريق، لما وصلنا وجدنا ان الجماعه صلت المغرب والمسجد فارغ، ولكن بيت الوضوء للنساء طيب مغلوقه. طيب تيممت وصلت خلفي. واضح واضح، تسمع الاجابه ان شاء الله. ام محمد تفضلي. أنا أريد أن أسأل عن المرابحة. أنا موظفة وابني يريد أن يواصل تعليمه بجامعة خاصة، والبنك سيدفع المال، ثم كل شهر يقتطع لي من راتبي مبلغ معين بالطبع مع الفائض، يقول أنها مرابحة، هل هذا يجوز شرعا؟ هم يدفعون للجامعة ويأخذون عليك مبلغ؟ نعم، هم طيب يدفعون للجامعة ويأخذون كل شهر مبلغ. مبلغ. واضح واضح. طيب شكرا محمد. من السودان محمد تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام، تفضل يا محمد. جزاكم الله خير. وياك الله يسعدك. ثلاث اسئله. تفضل. طيب اذا كان بصلي في مسجد، والمسجد واسع، مسجد واسع كبير يعني. طيب. والامام ركع عند دخول المسجد كذا، اركع مع الامام، اذا ركعت مع الامام حكون بعيد. واضح. بعدين طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبه لاجر الصفوف، يعني الصف الاول اجره اكبر، كذلك الصف الثاني والثالث عن نفس التاثير بتاع الاجور، ولا بس الحديث وارد في الصف الاول؟ طيب طيب تمام، واجزاكم الله خير. واياك، شكرا جزيلا الاخ محمد. من الجزائر رحمه الله، تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضلي. السؤال الاول عن الميراث، مات الأب ومات العم، هل لأولاد العم حقهم في الميراث؟ أعيد السؤال، تسألين عن الميراث؟ إن مات الأب ترك البنات فقط. طيب. ومات العم كذلك، هل أولاد العم ذكور لهم الميراث أم لا؟ طيب الآن والدكم توفي، لم يخلف إلا البنات فقط، ليس له والد ولا والدة ولا ليس له أولاد غيركم؟ إيه نعم. أنتم فقط وأبناء عم كذلك. مات قبل طبعا. إيه؟ قبل موت والدك صح؟ إيه؟ طيب وله ذكور.
طيب طيب سمع الإجابة. رشيد من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أريد أسأل عن سؤال فيما يخص هناك أخت زوجتي تتهم زوجتي بأنها لها أب من أب يعني أنها لقيطة، وبالتالي فهي تقذف أمها. فما العمل يعني؟ هل تفضحها أم طيب. لأنها تكررت طيب. هذا الفعل يعني طيب. عدة مرات. طيب طيب تسمع الإجابة. ما حكم؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. محمود بن تونس تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، تفضل بسؤالك. يا أستاذ بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير. أنيس بن محمد شعبان من تونس قصيدة. يا محمود دائما تشارك معنا بقصيدة، وهذا البرنامج إنما هو برنامج إفتاء. المعذرة من الأخوة والأخوات. شكرا جزيلا. الأخ محمود من الجزائر سأل عن تسمية البنت بنور، هل يجوز هذا الاسم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. اللهم صل وسلم. التسمية باسم نور لا حرج فيه، وسواء كان اسما لأنثى أو اسما لرجل، وذلك أن الأسماء التي جاء أنها من أسماء الله عز وجل على نوعين، أسماء الله عز وجل منها ما يختصه ولا يجوز أن يتسمى بها غيره، كالرحمن ورب العالمين والله، فهذه أسماء لا يجوز أن يسمى بها سواه جل في علا، فهي مما يختص به سبحانه. وأسماء يصلح أن يتسمى بها المخلوق، وله من معانيها ما يناسبه، يتسمى أو يتصف بها المخلوق وله من معانيها ما يناسبه، كالعزيز و الكريم و حتى لو كانت بالألف ونحو ذلك، حتى لو كانت بالألف واللام، لأجل أن ذلك مما يصدق على الإنسان، لكنه حسب ما يكون من الوصف الذي يناسبه. فالله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، هذا من حيث الصفات. وأما من حيث الأسماء فما لم يكن فيه تزكية من ذلك فلا حرج في التسمي به، بمعنى أن الاسم الذي يطلق ويصبح عالما لا يلاحظ فيه معنى التزكية فإنه لا يكره التسمي به ولا يمنع، ولو كان مما يسمى به الله إذا كان من الأسماء التي لا تختص به سبحانه وتعالى. السؤال الثاني يقول: أذن المغرب وكنت أنا وزوجتي في الطريق، فلما أرادت أن تتوضأ وجدت دورات المياه الخاصة بالنساء مغلقة، فيقول تيممت وصلت معي في المسجد بعد الجماعة، هل فعلنا هذا صحيح؟ الذي يظهر لي أن الماء موجود ولكن ليس في الميضة، ولا يلزم أن يكون الوضوء في الميضة، يمكن أن تتوضأ من أي ماء تجده، وكونها يعني في طريق يمكن أن تصد يمينا أو يسارا أن تذهب مكان يسترها وتتوضأ للصلاة، ف لعل فيما فعلته تقصيرا، وبالتالي أرى أن تعيد الصلاة. وفي مثل هذه الحال ليس هناك فقد للماء، لأن المغلق هو حسب ما فهمت من السؤال مكان الوضوء للنساء، يعني الإشكالية في المكان وليس في الماء، بمعنى أنه يمكن أن تأخذ الماء من ميضة الرجال أو من أي مكان آخر وتتوضأ في مكان مستور. الأخت محمد سألت أنها موظفة وتريد أو تريد أن تدفع أقساط للجامعة لولدها، تقول هناك جهة تعطينا تدفع للجامعة ثم تقسط علينا المبلغ شهريا بزيادة. المعاملة ليست واضحة، يعني إذا كان تعطي الجامعة تكلفة الدراسة وتطالب بزيادة بمعنى تدفع 1000 دينار أو 1000 ريال أو 1000 دولار ثم تطالب بزيادة، فهذا هو الربا الذي نهت عنه الشريعة، وكونه في مسألة تعليمية لا يختلف عنه في سائر أوجه الحاجات، كل قرض جر نفعا فهو ربا. لكن كان ثمة معاملة، بمعنى أنهم يبيعون عليهم شيئا، وهم هؤلاء الذين اشتروا هذا الشيء يقومون ببيعه ثم يستفيدون من المبالغ المحصلة من هذا التمويل،
في دراسة أو بناء بيت أو نحو ذلك فهذا يسمى تمويلا ولا حرج فيه، لكن اشترط فيه أن لا يكون هناك إلزام من الطرفين في المعاملة بإتمام البيع أو الشراء، وأن لا يكون البائع هو من يتولى التسويق وبيع السلعة بعد إتمام بيعها الأول، لأن هذا يكون من جملة التورق المنظم الذي ذهب أكثر علماء العصر على تحريمه. أما إذا كانت على الصورة الأولى كما فهمت أنا وما أدري فهمت الشيخ نفس ما فهمت أنهم يدفعون لأنه لا يستطيع أن يدفع المبلغ كاملا، فهو يستعين بهذه الشركة التي تدفع لديها قدرة على دفع المبلغ كاملا، ثم يقسطون عليه شهريا المبلغ ويزيدون في المبلغ الشهري حيث أن تكون المبلغ أكثر من المبلغ المدفوع. هذه الصورة أنا لم أستوعب الصورة التي ذكرتها الأخت، لكن عموما جاوبت على الحالين. إن كان يدفع المال على وجه القرض وتقوم بوفائه سواء مقسطا أو مؤجلا بزيادة فهذا ربا، أما إذا كان هناك عملية تمويلية على نحو ما ذكرت فهذا لا بأس به بالشروط التي تقدم بيانها. الأخ محمد من السودان سأل يقول أدخل إلى بعض المساجد تكون واسعة فأريد أن أدرك الركوع مع الإمام، هل يجوز لي أن أركع في بعض الصفوف ثم أتقدم إلى أن أدرك الصف؟ إذا كان هناك صف متأخر وركع الإمام فلينضم إلى هذا الصف ويركع ويكمل صلاته مع هذا الصف المتأخر إذا كان داخل المسجد. أما إذا كان ليس ثمة صف، ما هناك صفوف، ففي هذه الحال يركع، إذا ركع فإنه يركع دون الصف ولا يكون هناك من يصافه، فينبغي أن يأخذ بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما ركع دون الصف ثم تقدم، قال زادك الله حرصا ولا تعد إلى هذا الفعل ثانية. يسأل عن أجر الصفوف الأولى يا شيخنا، هل الأجر المذكور في الحديث يختص بالصف الأول فقط وفي الصف الثاني ليس له مزية عن الثالث والرابع وهكذا؟ لا طبعا، كلما تقدم الصف كان أفضل وأعظم أجرا، وذكر الصف الأول لأنه رأسها في الفضل والشرف، لو علم الناس ما في الصف الأول والنداء ثم لم يستهي ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ثم الثاني نظير الأول في الفضل بالنسبة للثالث وهكذا. ويشهد لهذا أيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء في المسلم في صحيح مسلم حديث أبي هريرة، خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها، وبالتالي الخيرية هنا في الأول فالأول، ولهذا أمر بالإتمام الصف الأول فالأول، والملائكة قال لا تصفون كما تصف الملائكة بين يدي ربها، قالوا وكيف ذلك؟ قالوا يتمون الصف الأول فالأول، فدل هذا على أن الفضيلة في الأول ثم الذي يلي. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أي ليقرب مني، وكلما كان الصف أقرب إلى الإمام كان أفضل. الأخت أمة الله من الجزائر تقول أن والدها توفي، تقول لم يخلف إلا بنات، سألت عن والديه قالت غير موجودين، وتقول أبناء العمومة في هذه الحال هل لهم من الميراث شيء؟ فيما إذا مات الإنسان وليس له والد وليس له ولد من الذكور وله ولد من الإناث كما هي الصورة المسؤول عنها، فإنه إن كانت واحدة، إن كان ترك ابنة واحدة فلها النصف، وإن كانت ترك أكثر من ابنة فلهما أو لهن الثلثان. قال الله تعالى يسألونك عن الكلالة، ثم قال قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، هذا فيما يتعلق بميراث الأخوات. أما فيما يتعلق بميراث الأبناء والبنات فهو على نظير ذلك، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء يعني البنات
الورثة إن كل إنسان فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف مما ترك. فميراث البنات من مورثهن إذا لم يكن له ولد ذكر ولا والد، بل حتى لو كان له والد هو على نحو ما ذكر، يعني وجود الوالد يتسأل عن الأخوات ولا عن بنات؟ البنات تقول. نعم، إذا كان بنات ففي هذه الحال لهن الثلثان إن كنا متعددات، ولا النصف إن كانت واحدة. سألت عن أبناء العم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحقوا الفرائض بأهلها. في هذه المسألة عندما يكون الإنسان توفي عن بنات فقط ولا والد له ولا زوجة، في هذه الحال لهن الثلثان والباقي لأولى رجل ذكر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى ذكر فلأولى رجل ذكر. وهنا أولى رجل ذكر هم أبناء إخوته سواء كان واحدا أو متعددا، إن كان له أخ فهو أولى، وإن لم يكن له إخوة بمعنى أنه مات أخوه قبل موته ففي هذه الحال ينتقل الميراث إلى أبناء الأخوات، أبناء الإخوة، أبناء الإخوة دون أبناء الأخوات. الأخ رشيد من الجزائر يقول أخت زوجتي كثيرا ما يعني تؤذيها وتقول أنك لست بأخت لي وأنك لقيطة وغير ذلك من الكلام، يقول مثل هذا الكلام هل ما الحكم فيه وماذا نصنع نحن حتى نرد هذه الأخت؟ على كل حال هذا يشبه كما ذكر أنه قذف، يعني كانت تعيبها بأمها ولا يجوز مثل هذا، سواء كان هذا واقعا حقيقة أو لم يكن واقعا، إن تعيب الإنسان بمثل هذا هو من الأذى الذي يدخل في قول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذه البنت لو كان الأمر كما ذكرت من تصفها بهذا الوصف، لو كان الوصف مطابقا ما فعلت شيئا يوجب أن تؤذى بهذا النوع من الأذى. صحيح. فلا يجوز مثل هذا، وهو مما يوجب العقوبة والتعزير لعموم قول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثم موضوع اللقطة لا يلزم أن يكون ناتجا عن حرام، قد يكون لأسباب أخرى غير هذا. وفي كل الأحوال الواجب على المؤمن أن يتقي الله عز وجل وأن لا يؤذي أحدا بقوله، وفي ما إذا عجزت عن كف أذاها فلتتقدم للجهات التي تنصفها من القضاء أو نحوه من الجهات التي تستقبل مثل هذا هذه الحقوق لمعالجتها. صلى الله عليه الهداية. اللهم أمين. نستأذنكم في استقبال بعض الصلاة من السودان. الأخ محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل بسؤالك. أنا اليوم في رمضان فطرت غصبا عني. كيف غصبا عنك؟ يعني مريض؟ اسمعني من الهاتف الله يحفظك. قمت من النوم. اسمعني من الهاتف، اسمعني من الهاتف. يعني قصدك انك يعني حاضر لم تستطع يعني ان تكمل الصيام لمرض؟ ما لي مرض والله، ما قدرت اقوم تسجد 3 ايام. كيف؟ ما قدرت اتم اليوم، قمت تسجد الجار. طيب. كنت عندي ضعف. عندك بضاعة؟ صداع. صداع. طيب تسمع الإجابة. إن شاء الله. شكرا محمد. طيب من السودان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بدل عن السنن الرواتب هل تغرب الفاتحة فقط أم مع جزء من القرآن؟ طيب وبالنسبة للنوافل عامة يعني. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا. عبد الله من السعودية تفضل. وعليكم السلام، تفضل. أنا عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول إني أنا كان عندي سحر، طيب. وإني أنا
أقسمت على نفسي نذر. تسمعوني؟ نعم نعم. أقسمت على نفسي نذر، قلت يا نذر الله نذرك أن يشفيك من هذا السحر. طيب. بإحدى احتضاف القرآن، يعني أحاول أحفظ القرآن، عارف كيف؟ واضح واضح. واستمرت على الرقية الشرعية والحمد لله أنا في السحر وتعبيت وقعدت 4 شهور وصرح إن النذر أنا ما أضيف فيه، عارف كيف؟ طيب. وبعدين رجع لي السحر والحين أنا تعبان من السحر ولا أقدر أو في النذر. واضح. فما أدري بيسوي عشان يعني. السؤال الثاني. واضح واضح. السؤال الثاني. السؤال الثاني إني أنا عندي أحلى كثير. طيب. أقول 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 والله العظيم أسوي شيء لا، وأحيان آفي وأحيان ما آفي. مثل طيب. أقول والله العظيم إني أسوي شيء أنا ما أسمع. واضح واضح. تسمع يا جماعة. شكرا عبد الله. أم محمد من تونس تفضلي. أنا اتصلت قبل قليل. تفضلي. شيخ. نعم. طيب انقطع الخط. أبو حمزة من الجزائر. السلام عليكم. السلام تفضل. شيخ إذا قلت في الحدود مثلا إنك على كل شيء قدير أو إنك أنت التواب الرحيم، فهل هذا يعد كلاما يخل بالصلاة أم أنه من الدعاء؟ تقول إذا استمعت الإمام في القراءة أو هكذا؟ لا لا لا، السجود في السجود في السجود حينما يدعو طيب. يقول مثلا آخر الدعاء إنك على كل شيء قدير أو إنك أنت التواب، فهذا يعد كلاما يخل بالصلاة. واضح واضح. شكرا فيك. أبو إياد من المغرب تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا عنا أنا هذا البرنامج. وإياك الله يحفظك. الله يبارك فيك. تفضل. لدي سؤال لفضيلة الشيخ. تفضل. إني أصلي سنن الرواتب وبالأخص أخص بالذكر قبلية بنصف ساعة قبل أذان الفجر وأذان الظهر، هل صلاتي جائزة؟ قبل الأذان؟ قبل الأذان بنصف ساعة، قبل أذان الفجر وأذان الظهر. طيب طيب. تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا جزيلا. شيخنا الأخ محمد من السودان يقول يوم من الأيام في رمضان أفطرت رغما عني، سألته لماذا؟ قال يعني كان مصابا بالصداع فلم يستطع أن يكمل ذلك اليوم، ماذا عليه؟ هو على كل حال إذا كان مريضا فإن الله تعالى قد أذن بالفطر للمريض، قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وقال تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فأرخص الله عز وجل للمريض سواء كان بصداع أو بغيره من أنواع الأمراض أن يفطر بما أحل الله تعالى له مما يدفع عنه الأذى. هنا وفقه الله أفطر بالدخان حسب ما ذكر، من حيث الفطر للمرض لا حرج عليه، ومن حيث كونه أفطر بهذا النوع من المفطرات فهو آثم بتناوله هذا الذي له من الأضرار ما جعل عامة علماء الأمة يرون أنه من الخبائث التي يجب اجتنابها. على كل حال أوصيه بتقوى الله عز وجل والبعد عن هذا المسلك، وأن يجتهد في معالجة نفسه عن مثل هذه الأعمال وهو التدخين، لكن فيما يتعلق بفطره عليه أن يقضي مكانه يوما لأنه أفطر لعذر وهو الصداع، كونه أفطر على محرم هذا لا يؤثر على وجوب القضاء، فعليه التوبة إلى الله عز وجل من المحرم، وأما القضاء فإنه يجب عليه أن يقضي. وهو لو أفطر يعني لما صدع ورأسه أخذ مسكن من المسكنات خير له من هذا، شيطان الشيخ، لكن أسأل الله الهداية. فالمهم أنه عليه القضاء مع التوبة إلى الله عز وجل من هذا سواء في رمضان أو في غيره. الأخ الطيب من السودان، وهذا سؤال يتكرر استغربه كثيرا شيخنا، كثير من يتصل يسأل عن سنن الرواتب أو النوافل عموما، يقول هل يقرأ الإنسان فيها غير الفاتحة أو لا؟
بعض يقول أنها تقتصر على الفاتحة، يقرأ الفاتحة فقط. هو فيما يتعلق بالصلاة النافلة، الصلاة النافلة مبنية على التخفيف في الأصل، بمعنى أنه يخفف الشارع فيها بأن صلاة القاعد فيها على نصف القائم، وبالتالي لعل هذا موجب السؤال هل يقتصر فيها على قراءة الفاتحة أو لا. الاقتصار على قراءة الفاتحة في الفرائض والنوافل مجزئ بلا فرق من حيث الإجزاء، لكن السنة في الفرض والنفل أن يقرأ مع سورة الفاتحة شيئا من القرآن، وقد جاءت السنة بقراءة شيء من مع سورة الفاتحة في النوافل، كما جاء مثلا في راتبة الفجر، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالفاتحة ثم في الركعة الأولى بسورة الكافرون وفي الركعة الثانية بالفاتحة مع سورة الإخلاص. وجاء أيضا أنه كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وموسى وعيسى وما أوتي النبيون وفي الركعة الأولى وفي سورة البقرة، وفي الركعة الثانية يقرأ بالفاتحة وقوله تعالى قل تعالوا ولأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله الآية. المقصود أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة بعد الفاتحة وقراءة بعض سورة آيات، وهو قراءة آيات بعد الفاتحة، فهذا من السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لو أن الإنسان اقتصر فقط على قراءة الفاتحة صحت صلاته. الأخ عبد الله من السعودية يقول أني مصاب بسحر، يقول له أنا أتداوى عن ذلك وبالرقية، ونذرت نذرا إذا شفاني الله عز وجل أن أحفظ القرآن، ثم شفيت من ذلك ثم بدأت في حفظ القرآن، لكن بعد 4 أشهر عاودني نفس المرض. يقول الآن لم أفي بنذري ولا زلت مصابا بهذا الأمر. على كل حال إن شفاه الله إن نذر شيئا فتحقق له وجب عليه أن يفي بالنذر، وهنا عدم الوفاء بالنذر مما يوجب المؤاخذة. قال الله تعالى في وصف المنافقين ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولا نكونن من الصالحين. فلما أتاهم من فضلها يعني أعطاهم ما تعهدوا أنهم إن حصل لهم أن يجمعوا بين أمرين وهو الصدقة مع الاستقامة، فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا، فجمعوا النقص في الأمرين، البخل وهذا فيما يتعلق بالنفقة، والتولي وهذا فيما يتعلق بالاستقامة، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ولهذا ينبغي الحذر من النذر في مثل هذه الصور، وإذا نذر الإنسان ينبغي له ألا يتخلف عن الوفاء بالنذر، لأن الأمر خطير، وهو أن الله يعقب من نذر نذرا على أمر من الأمور أنه إن حصل أو إن أدركه فلله كذا وكذا، فأخلف ما عاهد الله تعالى عليه وما وعد الله تعالى فإنه سيعقبه الله تعالى نفاقا، وهذا عاجل العقوبة، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله وما وعده وما كانوا يكذبون. فوصية الإخوان أن يجتنبوا النذر في مثل هذه الصور، هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، وقال لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل، وهذا في نذر المجازات الذي ينذر في الإنسان أنه إن فعل الله به كذا فعل كذا. أما النذر المطلق الذي ليس في مقابل شيء إنما هو للتقرب والتبرر، فهذا أيضا مما ذكر جماعة من العلم أنه مكروه، لأنه إلزام نفسه النفس بما لم يلزمها الله تعالى به، وهو في ساعة وقد لا يفي بما نذر فيلحقه الإثم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ولهذا أنا أوصي إخواني وأخواتي وعامة من يسمعنا أو يشاهدنا أن يجتنب النذر، سواء كان النذر على شيء أو النذر الابتداء التبرر، وإذا أراد التقرب إلى الله فليتقرب إليه بدون أن يلزم نفسه، فإن إلزام النفس في كثير من الأحيان يلحق الإنسان من المشقة
من الثقة ما لا يكون في العمل الذي لا نذر فيه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال لا يأتي لا يستخرج به لا يستخرج إلا من البخيل، لا يستخرج به إلا من البخيل. صلى الله الهداية والتوفيق. وعلى أخينا بما أنه نذر أن يفعل ما ذكر من أنه إذا شفاه الله تعالى يذبح شاته وشقاه، يقول يحفظ القرآن، أن يحفظ القرآن، يبادر إلى ذلك ويجتهد فيه بما أن الله حقق له مراده. أما كونه تجدد له المرض أو أتاه بلاء آخر فهذا لا علاقة له بالأول. والقرآن خير صاحب، فلتجتهد أخي الكريم أو ابن العزيز في حفظ القرآن ما استطعت، وإذا بذلت جهدك فقد أبرأت ذمتك. صلى الله لك التوفيق والسداد والإعانة. اللهم آمين. السؤال الثاني يقول أنا أحلف كثيرا، نعم، أنا أعمل أمرا وأفي في بعض الأحيان وبعض الأحيان لا أفي، ماذا علي؟ اترك الحلف. الله عز وجل يقول في محكم كتابه واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم، وحفظ اليمين ألا يبذلها الإنسان إلا في موضعها، وألا يحلف إلا بالله، وإذا حلف ألا يحنث، وإذا حنث أن يكفر. هذه أربعة أمور يحصل بها ما أمر الله عز وجل من حفظ الأيمان في قوله تعالى واحفظوا أيمانكم. ألا يحلف إلا في الموضع الذي يحتاج إلى فيه إلى يمين، وإذا حلف ألا يحلف إلا بالله، وإذا حلف أن يفي بما حلف عليه وإن كان في تصديق أو تكذيب أن يكون صادقا، وأما إذا كان في أمر يحنث فيه فإن حنث فعليه أن يكفر، لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وفي الآية الأخرى قال ولكن يؤاخذكم بما عقدتم من الأيمان، ثم قال فكفارته إطعام عشرة مساكين مما من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد، هذه المرتبة الأولى، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. الأخ أبو حمزة من الجزائر يقول في السجود قد أذكر بعض الأجزاء من الآيات، مثلا أقول اللهم ارحمني إنك على كل شيء قدير أو غيرها من أجزاء من الآيات، هل هذا يعتبر من قراءة القرآن في السجود أو من الكلام الذي هو خارج الصلاة؟ لا، ما هو من الكلام فليس من كلام، لأنه يخاطب بذلك الله عز وجل. الكلام المنهي عنه هو كلام العدميين، أما خطاب الله عز وجل ومناجاته فهذه لا تدخل فيما ينهى عنه من الكلام، بل هو من القنوت الذي يدخل فيما أمر به وقوموا لله قانتين، في أن القنوت تلاوة وقراءة وكلام. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامن، أي حري وجدير أن يؤذن لكم لا أن يستجاب لكم، فقامن أن يستجاب لكم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس. لكن إذا دعا في السجود بما هو من القرآن، رب زدني علما، رب اغفر لي ولوالدي، رب هب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، وما أشبه ذلك مما هو آية أو بعض آية، فإنه لا يدخل فيما نهي عنه من قراءة القرآن في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فذاك أنه قرأ هذه الأشياء لا على وجه تلاوة القرآن إنما على وجه سؤال رب العالمين بما جاء في القرآن من أدعية من الأدعية، سواء الأدعية التي وجه إليها الله عز وجل كقوله تعالى وقل رب زدني علما، أو الأدعية المأثورة عن النبيين كقول موسى عليه السلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هذه آية، فلو قرأها في سجوده لم يكن قارئا للقرآن لأنه لم يذكرها على وجه التلاوة إنما ذكرها على وجه السؤال والطلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح الحديث ابن عباس وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء بما جاء في القرآن وبما جاء في غيره من الأدعية المحفوظة عنه صلى الله عليه وسلم فقاموا أن يستجاب لكم. الأخ أبو إياد من المغرب يقول في السنن الرواتب القبلية في صلاة الظهر وصلاة الفجر
يقول أصلي قبل الأذان بنصف ساعة، حتى أنا استفسرت منه قلت هل هو قبل الأذان؟ قال نعم قبل الأذان بنصف ساعة أصلي السنن القبلية للفجر والظهر. لا، القبلية السنة التابعة للصلاة لا تكون إلا بعد دخول الوقت، سواء كانت قبلية أو بعدية. الصلاة الرواتب، السنة الرواتب هي تابعة للصلاة فلا تكون إلا في وقتها، قبلية كانت أو بعدية. فالقبلية لا تكون في الفجر وفي الظهر إلا بعد دخول الوقت، والبعدية لا تكون بعد خروج الوقت. فالبعدية التي هي لصلاة الظهر ولصلاة المغرب ولصلاة العشاء لا يجوز تأخيرها عن وقتها اختيارا، لكن لو أن الإنسان شغل عنها أو لم يتمكن من فعلها في الوقت فإنه يقضيها، أما إذا تركها متعمدا حتى خرج الوقت فتكون سنة فات وقتها. هنا من أسئلة الأخوة والأخوات في تويتر، هنا الأخ طالب علم يقول حديث يا ابن آدم اكفني أربع ركعات أول النهار أكفك آخرة، هل هذا حديث صحيح وما معنى هذا الحديث؟ الحديث في الترمذي بإسناد فيه مقال، ومعناه للعلماء فيه قولا. القول الأول أنهما ركعتا الفجر الراتبة والفريضة، فتكون هذه الأربع محققة لما جاء في الحديث من أنه من صلى أربع ركعات في أول النهار كفاه الله تعالى ما يحتاج فيه إلى كفاية بقية النهار. وقيل إنها أربع من صلاة الضحى، فيكون في أول وقت الضحى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح يسن له أن يصلي أربع ركعات فتكون كلها نافلة. والذي يظهر والله تعالى أعلم على القول بثبوت الحديث وبه قال بعض أهل العلم وأكثرهم على ضعفه أن المراد بالأربع في أول النهار هي ركعتا الفجر مع راتبتها. الأخ الحر يقول ما فضل صيام شهر الله المحرم كاملا، هل له فضيلة؟ فضيلته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصيام بعد رمضان قال شهر الله المحرم، فهو أفضل الأشهر صياما بعد الفريضة، أفضل النوافل في الصوم من حيث الأشهر بعد الفريضة هو شهر الله المحرم. وفيه يوم جاء فيه فضيلة خاصة وهو عاشوراء، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. والمشروع هو الإكثار من صيامه، أي صيام محرم ما استطاع إلى ذلك، وأما صيامه كله، أما صيامه أي صيام رمضان أي صيام شهر محرم كله فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم فعلا، والثابت عنه أنه لم يستكمل صيام شهر قط غير رمضان كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، لكن يكثر من الصيام فيه ومن صلى كله فإنه لا حرج، لكن ليس ذلك من السنة. سأل أيضا عن فضل الصيام يوم عاشوراء ويقول هل يجوز أن يكتفي بهذا اليوم فقط لا يصوم قبله؟ صيام يوم عاشوراء قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، ففضله أن الله تعالى يكفر به سنة، إضافة إلى أنه يؤجر فيه الإنسان على الفرح بما أجره الله تعالى في هذا اليوم من نصرة أوليائه وإظهار دينه وخذلان والانتقام من أعدائه، فقد أظهر الله تعالى فيه موسى وقومه ونجاهم على من فرعون وقومه وقد أهلك فيه فرعون، فلذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه فصامه وأمر بالصيام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل الفضيلة المذكورة من أنه يكفر السنة التي قبله تدرك بصيامه منفردا عن يوم قبله أو يوم بعدها؟ الجواب نعم، فإن الفضيلة في تكفير السنة التي قبله هي في صيام عاشوراء، ومن السنة أن يضيف إليه يوما آخر، لكن لو أن الإنسان اقتصر على صيام يوم عاشوراء فقط أدرك الفضيلة المذكورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صيام عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، ولم يذكر في ذلك أنه لا يتحقق هذا الفضل إلا بصيام يوم قبله أو صيام يوم بعده، وإنما ندب إلى ذلك مخالفة لليهود كما جاء ذلك في
الصحيح من حديث ابن عباس أنه قيل له إنه يوم تعظمه اليهود، فقال صلى الله عليه وسلم: إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. الأخ علي يقول: هل صحيح أن الأفضلية في الصلاة على يمين الإمام مساوية سواء كان في الصف الأيمن أو في الصف الأول أو الثاني ميان من الصفوف؟ هل كذا؟ إن الله وملائكته يصلون على ما يمين الصفوف في الأول وغيره، لكن هذا فيما إذا كان القرب من الإمام سواء، بمعنى أنه إذا كان الأيمن في الصف أبعد عن الإمام من جهة يساره فإن الأقرب للإمام هو الأفضل. فالفضيلة في ميامن الصفوف عند الاستواء أو مقاربة الاستواء، أما في ما إذا لم يكن سواء فالأقرب للإمام هو الأفضل. يعني إذا كان مثلا يمين الصف، يعني عندنا الإمام مثلا هنا وكل هذا صف، الإمام في هذا هنا موقفه وكل هذا صف، هذا ما يمينه، وهنا فيه ثلاثة أو أربعة، فيقال الأفضل أن القرب من الإمام وليس الأيمن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، وليلني أي ليقرب مني، والقرب من الإمام من جهة اليمين ومن جهة اليسار. فإذا استويا هنا جيت والإمام قد توسط أو قارب الوسط في اليمين واليسار، فهنا ما يمن الصفوف أفضل. جميل. أيضا هنا من أسئلة الإخوة والأخوات، الأخت أم محمد تقول: هل صحيح أنه لا يجوز الكلام أثناء الأذان ويجب الإنصات له والترديد؟ لا، ما هناك نهي عن الكلام وقت الأذان، لا فيما يتعلق بالكلام العلمي الشرعي ولا فيما يتصل بالكلام العادي المباح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من الكلام، إنما ندب إلى أن أنه من سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، وهذا في قول عامة العلماء وحكي الإجماع عليها أنه على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب، فإذا سمع المؤذن أجابه، ولو كان يجيبه ويتكلم، بمعنى أنه يجيبه ثم قال الإمام الله المؤذن الله أكبر، قال هو الله أكبر وأكمل كلام أكمل كلمة، ثم إذا قال الله أكبر أجابه، ما في مشكل، ولو أنه لم يجيبه فاته سنة ولم يكن في ذلك إثم، لكن ينبغي ألا يفوت على نفسه هذا الفضل العظيم بإجابة المؤذن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من قال مثل ما قال المؤذن ثم سأل الله لي الشفاعة ثم سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. الأخت أروى تقول: سؤال للشيخ خالد: أدركت الصلاة في مكان عام فتوضأت ولكني مسحت على رأسي وخماري على رأسي، ثم أدخلت يدي تحت الحجاب فمسحت أذني، هل فعلي هذا صحيح؟ لا حرج في هذا، لأنه مسح الخمار كمسح العمامة، مسح الخمار ومنه الغطاء على الرأس إذا شق نزعه فإنه كالعمامة، وبذلك يتحقق المطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة، ثبت عنه ذلك. الأخ ناصر يقول: ما حكم الصلاة بين السواري بين الأعمدة بالنسبة للمأموم وكذلك بالنسبة للإمام؟ أما بالنسبة للإمام فلا حرج عليه في ذلك، لأنه لا ينقطع صف بصلاته بين السواري. أما المأمومون إن كانت السواري تباعد بين الصفوف وتقطعها، ففي هذه الحال يكره الصلاة بين السواري إلا لحاجة، كان يضيق المسجد ويكتظ، فعند ذلك تزول الكراهة بالحاجة. أما إذا لم يكن حاجة فإنه ينبغي أن يجتنبوا الصلاة بين السواري. الأخت زهرة تقول: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان وبين الآية الكريمة وأما بنعمة ربك فحدث؟ ليس ثم تتعارض، هذا في قضاء الحاجة وهذا في حصول النعمة. تحديث بالنعمة، في حصول النعمة إذا حصلت حدث بها، وأما الحاجة فإنك قد تستعين على قضائها بالكتمان، فلا تخبر بها إلا من يعينك على تحصيلها، أو لا تخبر بها إلا من قضاء الحاجة، لا يلزم أن تكون نعمة، هو تحصيل مطلوب، والتحدث بالنعمة هو إخبار بعد حصولها. واضح؟ أي في مختلفة، أي في مختلفة، وأحيانا قد يتوهم الإنسان تعارض بينما لا تعارض فيه. صحيح. السؤال الثاني الأخت زهرة تقول: هل يجوز المسح على الحجاب، تقول لبس الشال،
في الوضوء عند الخروج من البيت بالسهولة، والحجاب يكون تحت هذا الشال أعلى الوجه وجوانبه، فكيف يغسل الوجه وكيف تمسح الأذنين؟ وإذا جاز المسح هل يأخذ حكم المسح على الجورب؟ ما فهمت. هي تقول لها تلبس الشال، أيوة، وتحته الحجاب، شال تحته. طيب أيه، فتقول قد بعض أجزاء الوجه لا تكون يعني لا تستطيع أن تغسل وجهها كاملا، وهل وكذلك الرأس كيف تمسح؟ هل يعتبر مثل الجوارب؟ أما الرأس فإذا كان عليه غطاء يشق نزعه فإنه يجوز المسح عليه لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الوجه فإنه لا يجوز فيه المسح بل الواجب فيه الغسل. فإذا كان الغطاء لا أو الحجاب أو الغطاء الوجه يمنع من استيعاب ما يجب غسله في الوضوء فالواجب إزالته وغسل الوجه. من ناحية الشيخنا الأذنين كذلك تعتبر مثل مسح الرأس؟ الأذنان تابعتان للرأس. الأخت إذا مسح رأسي كفاه عن المسح على الأذنين. الحمد لله. الأخت مسلمة تقول إلا أن تكون ظاهرتين فالأولى خروجا من الخلاف أن نمسحهما. نعم. تقول الزوجة التي تحفظ أولادها أو تحفظ أولادها القرآن الكريم، نعم، وكذلك تحرص على أدائهم للصلاة في وقتها وهي التي تدرسهم، ولكن تشتكي من التعب، فهل مع شكواها من هذا التعب وربما بعض التضجر هل يؤثر على أجرها في حرصها على تحفظ القرآن كذلك حرصها على دعوة؟ قد أحيانا تشتكي طلبا للعون من الزوج مثلا أو ممن يساندها في هذه المهمة، فهذا لا حرج فيه. وأما إذا كانت الشكوى على وجه التضجر فهذا ينقص الأجر لكونه ينافي الصبر المطلوب. وفي الجملة ما يبلغ الإنسان مبلغا مما يؤمله في دنيا أو دين إلا بتعب. صحيح. الراحة لا تبلغ إلا على جسر من التعب، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فليصبر الإنسان وليحتسب. وكل كلام لا يعود بنفع وليس من الخير فأمسك لسانك عنه، وأمسك لسانك عنه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو يصمت. وإذا كنت لابد شاكي فاشكو إلى الله سبحانه، وجه الشكوى إليه فإنه بيده العون وبيده العطاء وبيده التيسير فكن كما قال الله تعالى فيما أخبر عن يعقوب، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آمين. يقول هنا هل يشترط في مسح الأذن أن تمسح كل الأذن أو يجزئ بعضها؟ يكفي في مسح الأذن إدخال الأصبع في الثقب، ثقب الأذن، هذا كافي. ولكن السنة يمسح ظاهرها وباطنها. لكن بعض الناس عنده وساوس يقعد يدور الغضاريف وما وراء وما تحت، يعني هذا نوع من الوسواس وليس من تلعب الشيطان بالناس، نسأل الله يدفع عنا وعنكم الوساوس. إنما الفقهاء ذكروا أنه يكفي في ما يتعلق بالأذن إدخال الأصبع في ثقب الأذن. الأخت فاطمة تقول تخاصمت مع أخي بالأمس فقلت له لو صليت المغرب أحسن لك، ثم سألني ابن أخي ما المشكلة، فقلت له لو يصلي أحسن له، وأنا ندمانه جدا لذلك لأني أحسست أني أعيره لأنه لا يصلي الصلاة في وقتها. إذا كان هذا تعييرا فسأل يعير غيره بما ابتلي به من المعاصي حتى معصية، إنما يدعو له بالهداية وينبهه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لكن أن يكون ذلك على وجه التعيير لا أجر في هذا، بل يخشى أن يبتلى الإنسان بشيء مما عير به أخاه. فعلى كل حال أصلح الله حالك، والإنسان يسأل الله أن يقول حقا في الغضب والرضا. اللهم إني أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. أحيانا
يخرج الإنسان عن الحق في صحيح. قوله حال غضبه أو حال رضاه وكلاهما حال يخرج بالإنسان عن الطريق القويم في كثير من الأحيان إلا من وفقه الله إلى القول السديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم ويصلح لكم أعمالكم. وهاتان ثمرتان عظيمتان للقول السديد، المغفرة وإصلاح العمل. الأخت مي تقول ما حكم عمل ثقب في أعلى الأذن، ليس في أسفل الأذن، في أعلى الأذن؟ إن لم يكن تشبها ولا شهرة كان من الزينة المعهودة عند النساء فلا حرج. هذه القيود، أن لا يكون تشبها ولا يكون شهرة وأن يكون مما تتزين به النساء عادة. نختم بهذا السؤال الأخت فاطمة تقول ما حكم طاعة الزوج في المسائل الخلافية، فهل لزوجي أن يمنعني من لبس الذهب المطوق لأنه يقول أنه حرام؟ المسائل الخلافية بين الزوجين، المسائل الخلافية إذا أخذ الزوج قولا والمرأة والزوجة قولا ولم يكن الأمر مشتركا فهذا لا يلزم فيه المرأة أن تأخذ بقول الزوج إذا كان يعني غير مشترك بينهم، مثل يعني لبس الذهب، مثل لبس الذهب وما عليه منها، تلبسه محلق ولا غير محلق لا يتعلق به، هو لا يفعل في نفسه وأصلا لا يجوز له لبس الذهب، وله أن يبدي رأيه فيما إذا سئل، أما هي فليس له أن يمنعها وهي ترى الجواز والإباحة. أشكركم شيخ خالد في ختم هذه الحلقة، حياكم الله، أسأل الله لي لكم التوفيق والسداد وأن يحفظ بلادنا وولاتنا من كل سوء وشر، ووفق المسلمين وولاتهم إلى ما فيه خير العباد والبلاد، وأن ينشر الخير في البشرية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وصلنا بكم أحبتنا الكرام إلى ختم حلقتنا، حتى نلتقى بكم في موعدنا المعتاد غدا بإذن الله عز وجل عند تمام الساعة 8 ليلا بتوقيت مكة المكرمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.